أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: ولا لنفي ما وجب للأول عن الثاني، نحو جاءني زيد لا عمر، وبل للإضراب عن الأول منفيا كان أو موجبا، نحو جاءني زيد بل عمر، وما جاءني بكر بل خالد. ولكن للاستدراك، وهي في عطف الجمل نظيرة بل، وفي عطف المفردات نقيضة له. بس حروف عطف بشويكي مختصر بشويك واقعا بختبت. ابن هشام لقطر ندادا خوالي رازي بحثي كردو، وقال لي رجدا هر بهر حال بوختيك لا مطالبك دا بنظر ديتو ديتا برچاو. افرمي يكي كيك لحروف اتف لايا لا كاري چيا نفي او اشتدك كواجب وو هاتو تجيب نسبتي معطوف عليك، اولا كم منزل معطوف عليك واتا او اشتيك وبنسبة معطوف عليك والسابتا لاسم معطوفك كالدوالا وقرار اقلي اولوي سلب دكا ولوي نفيك. تولي جاءني زيد إثباتي هاتنك دك لي بوزيد، هر أو هاتنك بوزيد إثبات دك لي لعمري نفي دك لي دلي زيد هاد بلام عمر نهات عمر نبو. دو وبل للإضراب عن الأول منفيا كان أو موجبا، أو مطلبي مشهورة لمولدي بل. بل بو إضرابة إضراب لأولك صرف نظر لأولك كما عطف عليه هيك، يعني ما عطف عليه هيك أما قصي جمهور علماء ما عطف عليه هيك كببل اسمي كيبو عطف ذكرية ثواني ما عطف عليه هيك إضرابي بنسبة وإعمال ذكرية، يعني صرف نظر لي ذكرية تشاوبوشي لي ذكرية جا استي من في بيت فرغنا كيها مجبر. مثال جاءني زيد بل عمر ألي ردا إثباتي هاتن كراو بو آغاي زيد دي هر أو إثباتك بو زيد كراوة چاو پوشي لدك ريا ناب عمر زيد نهات عمر هات لپش هو إثباتك دل زيد هات لپش الله نا زيد نا عمر ما جاءني بكرون بالخالي أما بو من نفيك بكر نهات بكر نهات نا خالد نهات ألي ردا قصد رزده بي وأظنم محقق راضية بوهم وجاهات علمي وهيتي دل اليوم حالينا ويسبل لكلام من في ذات شونا وشو قوة قان اختلاف يكي رشيه لردجا اوي كبيريسة عرساني كم دي قفل بون او قصي جمهور علماء بلا رأيك كمان رأي مبرد رحمه الله مبرد له حكمك لأولك و لأولك كما تقولك كما تطوف عليه كحكمك اللي صرف دكي ليلا دبي برد ومك أما أو حكمك لا دبي لمعطوف عليه كبر معطوفك يا بي وأمجا إثباتي تدكي زدي حكم أولك بو أولك حكم أولك زدي او حكمك ايشيا بو اولك اثباتك. مثلا كاتي قترا جاءني زيد بل عمر للاي جمهور وايا للاي جمهور هايا اثباتي هاتن دكري بو عمر اي زيد تشافوشي ليك بلا معناي هر اوك للاي جمهور وايا للاي مبرد برأي مبرد شتيشي كايا تودالي جاءني زيد بل عمر يعني بل جاءني عمرو وما جاءني زيد إن ظللك كلامي مثبتا صرف حكمك كذا كيل أولك برود ومك أو تأري وعيا كذا لي جاءني زيد بل عمرو زيد نبو عمرو بو بلام أم جاء جمهور دلان أولك ك جاءني زيدنا دي قد كي استك إضراب بوسيلة بل لردا صورة دقله جمهور علماء دفرمون إتر معطوف عليه كان فراموش دكري وقا ويكا هاتو قربية جاني عمرو
بەڵام نا مبەریت دەڵێ وایە ئەم تیکە ئیسباتی لەو تیکەدا لەگەڵ جمهوریەکە ئەڵا ئیسباتی حکومە دەکرێت بۆ ماتوف عەلەیهەکە یعنی بەل جاءنی عەمرون بەڵام بەم ئیزافەیە وەما جاءنی زەیدون زەید نەهات ئەو لە کلامی منفیدا ئەلبەتە لە کلامی مسبتە ئەلبەتە بەنەوعێک لەگەڵ ڕێی جمهوریە لێدا دێتەوانێت بەڵام لە منفیەکەیە کێشە دروست دەبێت وەختێ گوترا جاءنی ما جاءنی بەکڕن بەل خالیدون ماناکەی لەلای جمهور خۆ مشخەسەوە بەڵام لەلای مبەریت ما جاءنی بەکڕن بەل خالیدون یعنی ما جاءنی خالیدون بەڵام وە جاءنی بەکڕن ئەوە کە دەڵێ ئیسباتی زیدی حکمی ئەوڵەکە دەکرێت بۆ ئەوڵەکە مەسەلەن لە جاءنی زەیدوندا زیدی ئەم حکومە چییە نەهاتنی زەیدا لە دووەمدا ما جاءنی بەکڕن دیقە دەکەی زیدی ئەم حکومە چییە هاتنی بەکر زۆر شتێکی سەیرە یعنی هەر زۆر 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 پێچەوانێ مەجبورم یەکڕێت ئەو تەوزیح بدەمەوە چونکە واقعان ئیحسازەکەم سەنگین بێ جمهوری عولەما ئەمان فەرموو کە زەمەخشەری دەڵێم دەڵێ بەل بۆ ئیزرابە ئیزراب لە ئەوڵەکە یعنی سەرفەنەزەر لە ئەوڵەکە ئێستا چ منفیە چ موجب کاربان نییە باش پس ئێستا بەلای جمهوریەوە جا ئەنی زیدون بەل عەمرون دەڵێ زەید هات نا عەمر بوو ئەی زەیدی لەبەسەر هات جمهور ئەوەی کە من ئاگادارم ئەڵەن نەسێن من سیاسەها فەرامۆش دەکرێت ئێنەس وەک باسی زەین نەکرابێ مەتڵەبی دووەم لە کلامی منفیدا تۆڵەی ما جاءنی بەکڕن بەل خالیدون یعنی ئاوای لێ دەتوانێت بەکر نەهات نا خالین نەهات پس ئەوڵەکە چی دەدەکرێت نەسیێن مەنسیێن قەرار دەگرێ و ئیتر بە سوورەتێکی کولی مەتروکە و فەرامۆش دەکرێت بەڵام موبەریت دەڵێ نا موبەریت دەڵێ حکمەکە لە ئەوڵەکە سرف دەکرێت ئەوە تا ئەوە لەگەڵ جمهورا وایە ئەوی ژوا دەڵێ دەدرێت بۆ دووەمەکە ئەو حکمەکە بۆ ئەوڵەکە منفیە یا مسبتە دەدرێت بە دووەمەکە باش بەڵام ئەی ئەوڵەکە چ لێ دەکرێت ئەڵێ ئەو ئەوڵە پێشتر چ حکمێکی بووە زیدی ئەو حکمەی بۆ سابت دەکرێت مەسەلەن لە میسالی کتێبەکەدا فەقەت بەوەی تەوجوی پێبکەن و دواتر لەسەر ئەوە قیاسکەن میسالی کتێبەکە جا ئەنی زەیدون بەل عەمرون بەلای جمهوری عولەما ئاوە زەید هات دواتر ئیزراب ئیجاد دەبێت دەڵێ نە عەمر یعنی زەید فەرامۆش کرا قسە لەسەر زەید ناکرێ بەڵام موبەریت واناڵێ موبەریت تا ئەم تیکە کە دەڵێ زەید هات سەرفی حکومەکە دەکرێت حکومەکە لادە بردرێت کە هاتنە لە زەیدی دەدرێت بە ماتوف عەلەیهەکە کە دووەمەکەیە ئەوە لەگەڵ جمهورە یەکدەنگە لەوێدا بەڵام ئالێرەدا ئەمجا بۆ زەیدی کە ئەوڵەکەی ماتوف عەلەیهەکەیە چ حکمێک لە نەزەر دەگیرێت دەڵێ پێشتنت گوتووە جاءنی زەیدون ئەمە ئیسباتی حکومەکە کە هاتنی زەیدا زیدی ئەوەی بۆ دادەنێ ئەو کاتە دەڵێ یانی عەمر هات و زەید نەهات بەڵام لەلای جمهور وە نییە لە جمهور هەر دەڵێ زەید نەهات ئەی عەمر هات و ئەی زەید خلاصی کەلام ئیتر ئەو کاتە فەرامۆش دەکرێت لە واقعدا لەلای جمهور ئیتر بەحەز لە نەهاتون و هاتنەکەی ناکرێت یعنی وەکو وە هاتە گوێبێت جا عەمرون شتێک ئەلەو جۆرەیە بەڵام موبەریت وەکو عەرزم کردی بەڵێ وەکو جمهور حکومەکە ئەڵێ سرف دەکرێت لا دەدرێت لە ئەوڵەکە دەدرێت بە دووەمەکە بەڵام وتا ئەوڵەکە چییە پێشتر چ حکمێکی وە زیدی ئەوەی پێدەدەین زیدی ئەو حکمەیە ئەمزا لە کەلای منفیەکەدا هەر میسالی کتێبەکە دەڵە ما جاءنی بەکڕن بەل خالیدون وایە زۆر چەکە بەلای جمهورەوە دەڵە بەکر نەهات نا خالید ئەی بەکر چی لێ هات دیقەت کە پس بەلای ئێوەوە ئەو وایە سەرفی حکومەتەکە دەکرێ کە نەهاتنی بەکرا دەدرێت بە خالید ئەوە وایە ئەی ئەمزا بەکر چی لە دەکرێت لە پێشەوە وتمانە ما جاءنی بەکڕن بەکر نهاتوە دەیسێ زیدی ئەم حکمە نەهاتنی بەکر هاتنی بەکرا پس مانای کەلامەکە بەلای موبەریت وای لێدێ ما جاءنی خالیدون بەڵام وە جاءنی بەکڕن ئاوای لێدێ یعنی دەقە قسە و هەشتا دەرزەی پێچەوانی جمهورە بە قورئان نازانم هەر لە خۆشەوە من دڵم بۆ قسە خۆشە نازانم هەر لە هیداشا کە وەختی خۆی بۆ فەقیانم گوتووە نازانم هەر ئیشتیام لەم ڕەئیە هەیە من بۆ خۆم ئیشتیام لەیەتی لە واقعدا ئەو بۆ ێژاوە تەوزی هەندا چونکە عادەتێکی زۆر زۆر نالبارم کە هەیە ئەوەیە شتێک حوصلەم لێ نەبێ زۆر جوێ نادەمێت کە عادەتێکی ئەلبەتە خراپەوە دواتر ولكن للاستدراكي لكن لخزمتان عرسكم يكي كي كي لحرف عطفة
كوا بو استدراك زور باش بو استدراك جا امزا دلي دو كار دكات هم عطفي جملة دكات و بوصل جملة هم عطفي مفرد دكات و بوصل مفرد بوصل مفرد ليس قصش من هي لسن لكن بلان زالبا متنكة تاوكن وهي لكن في عطف الجمل لعطف كنوين جملة كان نظيرة بل وكي بل يتبر نظر في عطف المفردات النقيضة لا بلام لا عطف مفردة كان دا نقيز لا يعني أقل بين الجملة عطف كي توبلا كين وكو بلوا يعني نقشي إضرابها بلا قبيني مفرد بوصل مفرد بلاكن عطف كي تواني نقيض لا لا تشمبو لا قتمان نفي أو اشتدك بو أولك هيا لن دوما كان فيك أم نقيضيتي نقيضيتي يعني تي يعني خلاصة كلام نفي يعني بيتواني أما يا بيتواني لا دي دي لا دي نفي تدك نفي أو دكا كبو أولك هيا لن دوما كان فيك بلامنا أم دبي إثباتي بك بو دوما كان فيك على أولك بيتواني ويلي بسر ديت زور باش استي ك لا لا واقع دا او دا فرمي اما يعني جاي بحث وقصد بيت هاتني لكن لدوا نفي ولدوا اثبات ويا لدوا نفي وكهات اثبات ما بعد يخويدك لدوا اثبات وهات نفي ما بعد يخويدك دقتك اقل كلامك من فيها ابو لكن دوا لكن اثباتي حكم مثبتي هي يعني من فيك بود ولكن سرادناك بلا أقل كلامك مثبت أبو أقل كلامك مثبت أبو تنقشي جيه لا كلامك مثبت أبو بيش لكنك كمثبت بلا هر أو بابتا بود ولكنك نفي ذكره مثال لكلامي مثبت تضلي جي تضلي جاءني زيد لكن أمر لم يجي أما كلامي مثبت استيلير كندا إثباتي هاتن كراو بو زيد بلام هر أوشتك بو بيج لكن إثباتا بودوا لكن كبو عمري أو هاتنا إثبان ناكري يا دلي وما جاءني أملا كلام من فيه وما جاءني زيد لكن عمرون قد جاء آغاي زيد نهاتوا هر أو نهاتني أوي بيجوانا كيدا بودوا لكن يعني عمر هات زرتك بس أوي كدسيتا سر جملش عاطفية ك فرمودي مصنف اوايك او دجيني ك او لكني كدشت سر جمله لكني عاطفيه زرتك بل البتا يونس كلا علا شيخي سيبويه بيوابه بيوا لهر همواني عنده خلاصي كلام لكن نو تخفيف تدا حاسبه بوتلك إتر بهر حال چون که دل دکری و ابتدا سریها ولکن که آنون فیصلهم یظلمون شتگ لو بابت دل بلن بهر حال قصه که قصه کی درست نیه لواقع ده چون که قصه سریحه لسر و دکه او لکنه لکنی عاطفی و مخفف لمساقل نیه استی مطلبی چی که پیش اوی که وابتی نصر شرحکی بزنین دا گینه چویه عزیزی برادری خوما کم مطلبی بعدی اویا لیکن که دلین عاطفه یا علما دلین خفیفت الوضع یعنی چی؟ یعنی ساختاری لیکنکا اساسی لیکنکا ریشی لتخفیف دا یعنی لیکنن یوتیا لیکنه زد ساکا پس او لکنک و اداتی عطف قصه اویا مخفف لمثقل نیه یعنی دبی ما امشتا بخین مغزی خو معنا که او لکنک خفیفه کدل حرف عطف مخفف لمثقل نیه ظاهرا هر اما طلبش جناب ابن هشام خدا درجات عالی بفرمو منزلته قدر هر و جوره به لامان که هر جوره واقعا خیلی راضی به اخوا. آیش آوشتی ل مغنی دا اثبات کدوم؟ البته اگر وید وزن پیام خوش و الله اگر بتوانین مراجعه بکنم و ببی. بله زود بچه قربان.
بله بله ده خدمة أنا عارف كم أما لكن الثاني الخليفة بسول الله هذا الحرف الثاني من الفلي وحرف أتم بلوى سيصو بستيك لكن ده دل دو باشا لكن دل مخفف لمستقل معنى هي كلمة حرف ابتداء يعني لكن أجل لكن نبو لا أصلا لكن نبو بوبا لكن أبيت حرف ابتداء هيج عمل يجناك ببيت ثواني أخفى شو ينسو بقيع ببيت ثواني أمدوان أمدوان كذا نعمل لك بلى وأو وقتها بهالحال وواكي كلا قال ده وشتيت شي كمان ناتينا أو بابا توزر ب شو كلا شتي كمان زول 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 دور تبيته إذا صفر مؤكد ويدوزم شو كلا مغنيش ده هالواد فرمي أوي لكن كحرف عطفة مخففنية لمستقل هل خفيفة لا أصل الله ذاتا هل أبو جوال أبوه يعني لا أول هل أبو جوال هاتوا لكن بلكن هاتوا بلى بدأ أخونا يدوز مو نيدوز موني آوا استي أقد واي مراجع بكم وانا بلا زور بجي بس أو لكن كي مدلين عاطفي لذاتي خويا لكن بو مخفف لمستقل شو مخفف لمستقل بتاع حرف ابتداء جام جا جاري ولي ستة سر جملة جاري ستة مفرد أجر شو سر جملة حرف ابتداء كاري استدراكو عاطفني أو كاتي وأو كاتك مخفف لمستقل ودلوستا بواوي عطفوا مقرون بيت وكو وما ظلمناهم ولكن كانوا ولكن كانوا وك عاطفة أو كات لكنك عاطفة نية بقرار قطعي بلى جمهور علماء بلان دلن لكن حرف عطفة شبتيتا سر مفرد شبتيتا سر جملة أو قصة كان مطلبي تشكش أويا ابن يعيش تقسيم بنديكي جالب دكابو لكن أفرمي لكن دكري لا استعمال لعرب داب ولكن سقصة من هي سقصة يعني سي لكن من هي أرزي براي داري خومكم علي يتشان دكري بو عطفو لقل عطفكاشا استدراكا أيوش كاتك كواواوي لسر نبيت ولدوانا في شهو بيت جاو كاتا مفرد دكاتو عطفو كاتو سر مفرد زوجك أمزاب ومجرد استدراك ديت فقد كاري دفع توهما أشكاتك كواري للسربيت دواي أفرمي صورة سومي حرف ابتداء بيو كلامك لدوا لكن و شرع بيدكات وخلد جيرسي تواني هل وكو لدوا إنما وأنما وكلام مستأنف دبي لدوا شهر ومستأنف دبيت أو كوي أما تالي بيو سبزان لا خوش الحكمة متودة بأن بعجلك بروين بسري شدة أقول ثامن حروف العطف وتاسعها وعاشرها لا وبل ولكن هشتم حرف نوهم حرف دهم حرف لا وبل ولكن وهذه الثلاثة أم سيدانان أفرمي مشتركة في الدلالة على ثبوت الحكم لواحد من المعطوف المعطوف عليه على التعيين هاو بشن لوك دلالة دكن أوك بوس دلالة كان لسر أوك حكمك صابت دكن بويك لا معطوف يا معطوف عليه على التعين بلام ويفترق كل واحد من الآخرين من الآخر آخرين يا آخرين اجدكريت باعتبارك بخاصة فلا تدل على نفي ما وجب للأول عن الثاني نا عفو 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 فلا فلا بلا تابو أو كتابك خلاف نستوى ويفترق كل واحد من الآخرين يعني هريك لمانا لدوكانك يا هريك لمانا من الآخرين لوكانك جادبنا بخاصة بتايبتي زرتك
پس لشتيكا مشتركا بلان لشتيكا جالب نوني دقة فرمو فلا يعني لا عاطفة تدل على نفي ما وجب لله على الإنسان بيانجري أويا كنفي أو بشدك كواجب وبو أولك لدوما كنفيك هروك جاءني زيد لا عمرو فقد نفية المجيء الثابت الذي لا نعمرين أم لا ليرة دا نفي هاتنا إذا كزابت أبو زيد لعمري نفيك زور بجيم وبل للإضراب أي للإعراض عن الكلام الأولي منفيا كان ذلك الكلام أو موجبا بل بو إضراب إضراب يعني شيء يعني إعراض رقرداني لكلام أولك منفيا كان ذلك الكلام أو موجبا جائز كلامك منفي به يا متشبه أما الموجب نحو جاءني زيد بل عمرو أجا موجب تولي جاءني زيد بل عمرو زور بجيم إيست كلامك اللي ردا موجبة بوسيلي بلك إعراض لزيدك والمعنى بل جاءني عمرو وما جاءني زيد زرتك فأعرض عن الكلام الأولي لكونه غلطا شنك واقعا غلط بتعظى وأما النفي نحو ما جاءني بكر بل خالد وهذا يحتمل وجهين أو ألي لدى إشارة بو مطلبتك كلمتنك توضيح عنده لسرأو اختلافة بلاشتك أم لدى باسي جمهور مباردناك بصورتك عام ديلا إنا بلا لأصل الله أما إشارة بو بابتها دلو هذا أما مسألك ما جاءني بكر بل خالد فرمي يحتمل وجهين دو صورة هل دقري دو شد هل دقري الأول أن يكون المعنى بل ما جاءني خالد وجاءني بكر آوية بل ما جاءني خالد وجاءني بكر أو معناك كمبردك وحينئذ يكون إضراب عن الفعل مع حرف النفي أو كاتا إضرابك لفعلك كذكرت لقال حرف النفي كذكرت يعني إضراب هم لفعلك ذكرت لقال حرف النفي ك ديك أو نهاد أم ينهاد أو هم فعلك هم نفيك إضرابي تيا ذكرت والثاني أن يكون المعنى بل جاءني خالد وما جاءني بكر معنى اليوم أويا كتوضلي ما جاءني بكر بل خالدون يعني بل جاءني خالدون بل وما جاءني بكر أو رأي شبان هي يتوى حين زين يكون إضراب عن الفعل دون حرف أخت إضرابك لفعلك نبي أما لحرف نفيك نابت بس فقول المسني في وبل الإضراب يكون صحيحا فالمدين مسني كده فرمي بل بو إضرابه قصيه صحيح درس بو شو كهردو صورتك بحالة خويتيا تهيلتها دقيتها أنا هدو رأيك أو لا أو بل مطلب بعدي ولكن للاستدراكي كبو استدراكا والاستدراك دفع توهم النشأ من كلام تقدم على لكن على إصدراك تيا على إصدراك عجزي زناب الدكام دفعي توهمك كبيدابو والتي باب الجان لكلامك كلامك لبيش لكن وهي يعني كلامك لبيش لكن وهي بوتا من شيء أم توهما بلكن أو توهما دفع دكيت وهي في عطف الجمل نظيرة بل في الإصدراك فقط فإن بل معنى تفيد الإضراب تفيد الإصدراك أيضا لودا كعت في جملة بكاتة وبوصر جملة وكو بلدة لإستدراكها فقط شون يعني مكتبان بل بإضرابة أخذ فرمي بل لقال أودا كمفيد إضرابة إستدراكي شهر لواقعتيا تدايا وقال ما جاءني زيد لكن أمر جاء أه. كإضرابة لنهاتنا كي زيد لا ينهر شاء إستدراكي شاء جاءني زيد لكن أمر لم يجي وفي أتو المفردات نقيضة لا يعني لا يعطف بها مفرد على مفرد إلا إذا كان قبلها نفي زرتك أرزي برادري خومكم بلا ضلال أتفي مفردات نقيض لا يعني دجي لا لا همشي لكلام مثبتة يعني على عطفناك لتو بها بلكن مفرد بوصل فما قالوا بيشكين في بيه بيشوانا لا كلابي شوكيتيا كلامي مثبتة فإن زين تقول لك النقيضة لا ألي لدادبة النقيض لا ألي لدادبة النقيض جونك لا كلام بيش كلامي بيشوي لبي مجبب أم كلامك من فيه بيت تولي ما جاءني زيد أو من فيه لكن بكر أي لكن بكر سي جاءني فقد أثبت لساني توها تولد إثبات كلاود ومكما نفيت عن الأولي أوي كوان في الكلوة الأولك على عكس لا بيشان لا
إثباتي حكم أولك أكرت حكمي بأولك أكرت نفيدك اللي دوامك أم بيتشاني. وإنما لا يعطف بها المفرد على المفرد إلا فيما كان قبلها نفي لتعلم المغايرة بين ما قبلها وما بعدها. وبوش بلكن عطفي مفرد ناكل توبوس مفرد مقل أوكا بيشاكين في بي بوي مغايرة ودجايتيك كهي لبيني ما قبل لكن دا وما بعد لكن دا بزاندر. فإنها لكن يجب أن تقع بين الكلام متغيرين هك قبل أن نجد قطر داخل منك، لكن أساسا كي ديت بين دو كلام وكو دو كلام متغيرين يعني هيتش أن وكو يك ناتشن هيتش أن وكو يك ناتشن أقا بيشاكي نفي بي دعاكي مصبت بي أقا بيشاكي مصبت دعاكي منفي بي حتى أقا بيشاكي لمعنى دا مصبت بي دو لكنك لمعنى دا منفي پیش لکنک لمعنا دا منفی بید دو لکنک لمعنا دا سیا مصبتا ایترو که ما پیش تلکتی بکنی که خلاص کلام خوندو مانا ایتر او بحثی حروفی عطفتاو بو بسورتی که برچاو که امانا زورتر بون بلان اوی که ما امانتاو لیرا بحث های کن که واقعا همو یعن هر مفیدن بلان منتها او اندهی هی که تفصيلات ينتداني وكو او بابتاني كتايستي شون دو ما نويتر يمش اكتفادكين بوندو دواما هميشه لخداي قبر اويا خدا داريشي فهمان باس بكاب ورقتني بيامي حق. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.